بقناة تالية. اليوم حنصنع برواز لعيد الأب، والأدوات اللي حنستخدمها 5 عصيان من الآيس كريم، مقص، صورة، وبلو تاج. أول إشي حنجيب الصورة، حنجيب البلو تاج كمان، وحنقسمها بالنص هيك، ونحط هون واحدة وهون واحدة. هلا بنثبتها منيح هون، وبعدين بنسوي نفس الاشي مع التانيين، بس في وحدات لازم تقصوهم. اوكي، وبنحطها هون علشان يكون المكان منيح وحلو، وبعدين بنسوي نفس الاشي. ولو ما عندكم بلو تاج بتقدروا تستخدموا لزق اذا امكم خلتكم، او تستعملوا صمغ. وطبعا هيك حيطلع الشكل النهائي. اوكي، هلا ثبتناهم، وحنجيب بلو تاج علشان هاي نحط عليها هيك، ونلزقها هيك. وهلا خلصت حلقة اليوم، بشوفكم بفيديو جديد.